الإماراتية نورة سيف، يا مرحبا بك. حياتي والله، حياك الله حبيبتي. أخبارك؟ شو رأيك في المهرجان؟ صراحة السنة هذه المهرجان يعني أول شيء من ناحية التنظيم شيء لا يعلى عليه، ثاني شيء من الأفلام المشاركة شيء الواحد يفتخر فيه. مجتمع الإمارات تجاوز نقطة 10% على الأقل في تردده على السينما، فهل هذا مؤشر يعزز من رؤية الشيخ محمد بن راشد في مردود السينما الإنتاج السينمائي؟ طبعاً هذا شيء جداً وايد مهم. أنا أفتخر أني أنا الحين أفلامي قاعدة تنعرض، العالم كله قاعد يشوفها، قاعد يشوف القدرات اللي عندنا، عندنا مواهب شابة ما شاء الله عليهم، بس يبون الفرصة وهاي الفرصة أتاحت لهم. نعم، اليوم فاز فيلم كاميرا بأفضل إخراج، وفيلم إن شاء الله راح ينعرض قريباً. هل هذه الأفلام الإماراتية مؤهلة بأن تكون وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه كصناعة معتمدة؟ بالعكس، نحن عندنا إمكانيات، ولكن كانت الفرص قليلة. الحين لما نفتح هالموضوع تسوي الفرص أكبر، فهذا الشيء يعزز من السينما العربية، السينما الإماراتية بالذات. فأنا وايد فخورة بالشباب، فخورة بالمخرجين، بالشباب، بالممثلين، بكل الناس صراحة. دائما الجمهور يسأل عن الإطلالة، خبرينا عنها اليوم. اليوم اطلالتي طبعا من اليوم اطلالتي من ميزون إليجانس من دبي، وشعر وميك اب من برافيا. وايد سعيده اليوم بالاطلاله هذه، ناس كلها حبت الاطلاله. نوره سيف، شكرا لك على الكلام الطيب.